السلام عليكم، كيف توفر المال عند التسوق؟ يمكنك بتتبع 6 خطوات فقط أن توفر ما يقارب 20% من المال أثناء التسوق. في المرتبة السادسة، ضع قائمة بالمشتريات. اعمل قائمة بالبضائع التي تريد شراءها حتى لا تجد نفسك تشتري مواد لا حاجة لك بها. خامسا، لا تتسوق وأنت جائع. إذا ذهبت للتسوق وأنت جائع فبالطبع ستشتري كمية أكبر من الأطعمة، وبذلك تزيد قيمة فاتوراتك. رابعا، اشتري المنتجات المحلية. المنتجات المحلية غالبا أرخص ثمنا، ولكن عليك التأكد أولا من جودة وكفاءة هذه المنتجات. ثالثا، تسوق في المتاجر الكبيرة. مساحة هذه المتاجر كبيرة، وبذلك تعرض تشكيلة أسرع وأوسع من البضائع تمكنك من اختيار الأفضل والأرخص. ثانيا، لا تستخدم البطاقة الائتمانية. لا تستخدم أبدا البطاقات الائتمانية أو بطاقة الصراف كثيرا وأنت في التسوق، لأنك سوف تصرف في السوق كل ما فيها دون أن تشعر. في المرتبة الأولى، تفحص الفواتير. بعد الانتهاء من الشراء والدفع، تفحص فواتير الشراء وتأكد من الأسعار قبل مغادرة الدكان، لأنه عادة ما تقع الأخطاء في الفواتير. نشكرك على المشاهدة، أتمنى أن تنال الفكرة إعجابك، ولا تنسى الاشتراك في القناة قناة فكرة إذا كنت أول مرة تشاهد حلقاتنا المفيدة، ولا تنسى الإعجاب بالفيديو إذا نال حقا إعجابك، ومشاركتنا برأيك في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ماذا لو فقدنا الأكسجين من الطبيعة لمدة 3 ثوان فقط؟ ما الذي سيحدث؟ هل تعلم أنه ستتحول السماء إلى لون أسود داكن وستمنع دخول أشعة الشمس؟ هل تعلم أنه ستنفجر الأذن الداخلية للإنسان نظرا لفقدانها 12% من الضغط؟ هل تعلم أنه ستتبخر جميع المحيطات على كوكب الأرض بسبب تحرر ذرات الهيدروجين؟ هل تعلم أنه ستتفتت القشرة الأرضية بشكل كامل وستنهار جميع البنيات؟